فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد حسن الغش، ويتسلمها فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. تكريم فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح علي عبد الفتاح درويش الطاروطي. فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر سعد عبد الباسط حرب. فضيلة القارئ الشيخ طه محمد نعمان حسين. فضيلة القارئ الشيخ أحمد تميم محمود أحمد المرابي. فضيلة القارئ الشيخ محمود سلمان عبد السلام أبو زيد الحلفاوي. فضيلة القارئ الشيخ أحمد عوض إسماعيل يوسف فيوض.